آسيا، هو هاكل الأكل ده كله؟ شو خلاص خليك في حالك. هو مش ده الواد اللي كان في القهوة؟ لا ذاكرتي قوية ابن بتاعت الليمون. الله. لا بس هو جاي يدي هلب هنا يعني عشان ما فيش غيره في الأوتيل. سوري هو أشطر واحد عندنا بصراحة. لا ما فيش غيره والله، ولا في ترقية ولا في أي. ما استأذن أنا عشان تفضل. أهلا حوشبي. بس الوكل ده كتير قوي. لا ما تقولش كده، لا كتير ولا حاجة، وبعدين ده كله من خير فارس بيه وعلى حسابه. أيوه ده لسه قايل لي، بس هو خجول يعني، قال لي أنا حماية ما ياكلش أقل من كده. ما تخافش سيبها هو أصلا سيبها، عارفة طريقة. بس بتهيألي كلمة حماك دي يعني لسه بدري عليها شوية. عنده حق، لسه بدري شوية. بدري من عمرك حواش بيه ده كلام. أنا سخن الراجل وأنت تخبط. سخنه إيه؟ هو نازل يلعب ماتش كورة. يا راجل عايز تجوزني واحدة كنت هشهد على جوازها. يا عم احنا مالنا؟ واحدة اللي فشكلنا جوازها فارس. يا فارس. ومنظري إيه بقى قدام نفسي؟ تخيل يا أخي. لا هو منظرك قدام الضرايب والكلبشات يا أخي أنت فظيع، لازم تجيب لي سيرة الضرايب، فظيع. يا عم بتحب واحد تاني وجاي تتجوز من ورا أبوها. وأنت محظوظ، دي هتتجوز بعلم أبوها. ويبقى أنت وشطارتك بقى تبقى نسيها تامر ومليون تامر. يا عم الواد سهون وحليوة وعينيه حلوة. يا عم أنت أقول لك إيه؟ بقول لك خلاص بلاها يا سيدي بسنت، اتجوز فريدة وخلي أدهم بقى ينتحر ويجيب لك مصيبة. يا عم وأنا ناقص مصايب، ما كفاية عليا أنت. شكلكم عمالين تتودودوا عليا. لا لا أبدا ما حصلش. هو فارس بيبي يعني بيسألني كده، أنت عارف خجول شوية، بيقول لي حضرتك تؤمر بمهر قد إيه؟ أنا؟ أيوه لا يعني أمرنا يا باشا. مهر إيه يا سيدنا الأفندي؟ إحنا بنشتري راجل. الله عليك، الله عليك يا حماية. سلام على الناس. أقدر أقول لك يا حماية دلوقتي. الناس المحترمة. شوف يا سيدنا الأفندي، اللي عندنا في البلد بيتكلموا في المهر ناس عفشة. إحنا عشان خاطركم هناخد 2 مليون جنيه بس. 2 إيه؟ 2 مليون جنيه. كتير. ليه؟ هو أنا هتجوز جينيفر لوبيز؟ جينيفر إيه؟ لوبيز. الحاج لوبيز ساكن هنا على أول الممشى. أحسن ناس. لا ولدي، أنت هتتجوز بنت حواش عوف عبد العال. حواش عوف عبد العال. حواش عوف عبد العال. إيه يا باشا؟ حواش. سيبني يا والدي أكمل باقي الاسم. عوف عبد العال حواش. كبير المناصرة. طبعاً طبعاً أنت كحواش بيه، أنت والمناصرة غالية وكبيرة علينا. مش المناصرة دي اللي جبنا منها السفرة بتاعتك؟ مش خلاص. هو بس يعني المشكلة والله حواش بيه إن السيولة مع فارس بيه مش ممكنة بس دلوقتي. وماله؟ ماشي. احنا ممكن ناخد 1.5 مليون ونكتب وصولات أمانة بال500 ألف الباقيين. أيوة حق وحكي، حق وحكي. تمام. وتحبس أنا بقى بعد 2 3 شهر بالوصولات اللي أنا كاتبها لي. لا يا ولدي، احنا مش بتوع محاكم. الله تصدق هعيط حبيبي. احنا بناخد حقنا بإيدينا. استأذن بس عندي حاجة كده. غلاب عندي إشراف شغل، معلش سامحني. توف بتعمل ايه هنا؟ ايه اللي جابك ورايا؟ توف تتفرج على خطيبتك وهي قاعده مع راجل غريب؟ انت مالك انت بتعصبني ليه؟ انا مش متعصبه، انا عايزه مصلحتك والله. مخافيش، بس انت مستحيل تتجوز حد غيري. حطيتها في قدام ابوها حواش. ممكن تفهميني انت عايزه ايه بالظبط؟ هفهمك، فارس عمره ما هيسيب لك بسنت الا لو انشغل بواحده ثانيه. انا اللي عرفت ان هو مش لاقي حد غيرها. ركز بس والله العظيم هيلاقي. لاقي فين؟ في بنات في الاوتيل ده اصلا. حمار اسود ومهبب؟ انت مش شايفني؟ ممكن بعد اذنك تسيبيني عشان اكمل مراقبه؟ كمل مراقبه. كمل، ياكش هتيجي بنتيجه. لا دول كلهم مجانين. يعني انت دلوقتي علشان تورث 30 مليون جنيه تتجوز واحده ما بتحبكش ومش طايقه تشوف وشك اصلا؟ ومين قال لك ان انا طايقه ابص في وشك؟ انا كنت بفك بيكي زنقه بس اكتشفت ان انا غلطان. لعلمك بقى لو الجوازة دي تمت هطين عيشتك ومش هنيك على جنيه واحد من ال 30 مليون اللي انت قاعد مستنيهم. لعلمك بقى اوعى تكون لعبت في دماغها وبتحاول تقنعها تتجوزك، ده انا عندي زنتحري وما تتجوزيش البني ادم ده. عندك حق يا تامر، انا هنتحر. استنى انت وهو، في حد يحب واحدة يقول لها تنتحري؟ اقول لكم على حاجة، انا مش هتجوز خالص، لا انت ولا هو. يا بسنت استنى.
عجبك كده؟ اه عجبني، وانت تستاهل اكتر من كده. طب بتقول ايه؟ البنت بتحبك بجد، وانت جبان في حبك. انا مش جبان، انا لو جبان ما كنتش خدتها وهربت عشان اتجوزها. ما هو موضوع ان انت تتجوزها من ورا اهلها دي فيها قولان، انما بقى انت في اول محطه واول اختبار سبتها وجريت. انا ما جريتش. انا بس انت بتنتحر. ايه؟ بس انت سعيد، انا مدلعك مكان رومانسي، شمعه، شاي، معرفش ايه ده، بس صدف وجو حلو. عايزك بقى تدلعني، دلعني كده، هسألك في كام حاجه وقول لي رايك، بس تركز معايا تمام، عشان الموضوع ده بجد انا مستغربه جدا، يعني هيجنني والله. انا اللي مستغرب يا ادم ان انت اول مره تعزمني على شاي. انا كل شويه بقفش عليك بقفش عليك، قلت ادلعك يعني. اه لازم ادلعك برضه. انت مصر اقفش عليك صح؟ هوفر قاعد جنبي يا حبيبي. ايه يا حبيبي الصوت ده؟ معلش اول مره في حياتي اشرب شاي. طب ركز معايا بقى. بص، هو في موضوع كده شاغلني، انا مش بحقد ولا بحسد ولا بنق ولا عيني في الموضوع خالص يعني، بس هو شاغلني. بسنت بحب تامر قوي، حب يا جدع كده هو يجزع ده، عارف الناس الملزقه فظيعه فظيعه، بتحب حب حلو قوي. فانا نفسي بقى فريده تحبني يعني نص الحب ده، ربعه يعني 10% حتى اي حاجه، ويبقى كده قصه حب معروفه كده زي تامر وبسنت، تامر وشوقية، عمر وسلمى، رأفت ورضوى. رأفت ورضوى مين دول؟ دول اتنين كابل كان الهاني مون بتاعهم الشهر اللي فات هنا، كانوا ايه يا نهار ابيض على الحب، عارف الناس اللي هي من كتر الحب كده عينيها بتطلع دبدوب وقلوب، والله دبدوب وقلوب. اعوذ بالله. واضح على عينك فعلا انك لا بتحسد ولا بتقر ولا بتحسد. ما تكرهنيش في الشاي، ركز معايا، سيبك من الشاي، ركز معايا. انا بقى عايز اعرف ازاي اخلي فريده تحبني زي ما بسنت تحب تامر، تفتكر اعمل ايه؟ اه انت عايز يعني تحب فريده زي ما بسنت بيحب تامر؟ يا حبيب قلبي، ما انا بحب فريده زي ما تامر بيحب بسنت ويمكن اكتر كمان، انا عايز العكس، عايز اعرف ازاي اخلي فريده تحبني زي ما بسنت بتحب تامر، ركز معايا. خلاص عرفت. ايوه قول بقى. ايوه افتكرت. قول. انت عايز تعرف بسنت بتحب تامر ليه؟ ايوه ليه؟ لا انا اللي بسألك يا ابني. طب ما توضح، انت بتديني يعني طريقه كده استفهاميه بحيث ان انت هتستفيض في الكلام. ما مش فاهم، قول لي انت بس ليه. طيب انا اللي بسالك. ما انا بقول لك انا بحس انت بتديني طريقه استفهاميه اكنك هتستفيض في الكلام. اه لا ده انا اللي بسالك، انا اللي بسالك. اه انت اللي بتسالني. نفكر يعني مثلا ممكن بتكون بتحبه عشان جدع، شخصيه فعلا، هي دي اللي كانت تايه عني. ايوه شخصيه. لازم تبقى شخصيه كده زي تامر، شخصيه سعوديه. أيوة. جدع اصيل فعلا، صعيده جمال وشهامه كده وحاجه يا فل. خلاص انا ما زيهم، بس عايزك تديلي ريفرنس عشان امشي عليه. وانا كنت عرفت استفيد لما اعرف ريفرنس يا ادم. عندك حق، انت ما عرفتش تستفيد، هتعرف ريفرنس يا قصدي مثال. قول لي مثال وانا بقى اقلده بقى كده واخش عليها كده بقى كده. مثال قول. تامر الشخص السعيدي الجدع. مين؟ الضوء الشارد. حلو بس قديم. ذئاب الجبل. حلو بس ادم. كبير قوي. حلو بس كوميدي. طايع. حلو بس اتسجن. تسر السعيد. حلو بس انا فهمتك. فهمتك انت يا صايع يا صايع يا مافيا، عايز ابقى نمبر 1 في حياتها. بالظبط، اسطوره احلامها، هي ابن حلال قدامها. بالظبط يا مافيا يا صايع. ايوه انت عارف فعلا فريده قوي، بشوف قلبي بيعمل بم 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 فريده بم. خلاص يا ادهم. قولي ادهم تتتتتت بموت فيه بموت فيه. خلاص يا ادهم. ادهم سوري، اتقل شويه، خليك برنس في نفسك. ايوه صح، المفروض ابقى تقيل وبرنس. صح، بس هو في حاجة واحدة ممكن تبوظ كل الحوار ده، مش عارف أقلده فيها خالص. إيه؟ أصل أنا هقلده كل حاجة، بس يعني محتاج مصباح علاء الدين عشان أجيب اللامبورجيني. يا أخي ما تخرجناش عن شعورنا بقى يا أخي، ما كانتش كوباية شاي هتطفحها لنا يا أخي، ابدأ من الصفر. خدني مثال قدامك. يعني أنا هسيب رمضان واخدك أنت يا فاسل مثال قدامي؟ ده أنت طول اليوم بتلف على تبس. ثلاث ثواني ما لقاكش قدامي، اتفضل. أنا غلطان بتكلم معاك أصلا وعامل لك احترام وقاعدك في مكان رومانسي بشاي. يا فاسل. خليها تحبني بعد اذنك، خد الشاي. لا الف انا حبيت فقط الشاي. بس يا رب. نفسي تعمل احسنت دي اسمها بسنت. انت كده بتفوق واحده تانية يا فندم. انا بشجع نفسي، وبعدين تفرق مع حضرتك ايه بسنت من احسنت؟ المهم تفوق. انت منك لله، انت قلبي مش هيرضى عنك ابدا. انت كل مره تجيلي بضحيه جديده. مالك عامل زي ماما كده؟ هو انا اللي قلت لها انتحري؟ انتحرت علشان ما تتجوزكش غصب عنها. انتحرت عشان انت اوفر. يا حبيبي يا تيمو، ايه ده؟ انت ده وحش، ده وحش كاسر، مفتري جبار.
اخس اخس. وانا خلاص بقيت للدرجه دي يعني؟ لو حصل لها حاجه حكت لك وادفنك جنبها. على فكره انا مش مصدقك انت بتقلب صعيدي فجاه. اديله في العالي يا ابن الجنوب يا غالي. ايه ابن الجنوب دي شتيمه؟ لا يا فندم دول فوق الراس. احسنت بنتي. لا يا فندم اسمها بسنت. وات ايفر. كيفك يا بنتي؟ هتموت بنتي يا ولد عترياس. ثواني حضرتك ممكن تسيب ده لحظه؟ ايوه امسك التاني. هو ده اللي كان عايز يخلص على بنتك. والله ما انا مقبض حرفدك. انا حرفدك. ثانيه واحده ثانيه واحده. انا ما قلتش حاجه. خلص عليها. هي ماتت خلاص. هتموت. هتموت لو ما جبتش دكتور بجد. الحقوها بسرعه. امال المستشفى الميري اللي قاعده قدام ده ايه؟ ها؟ دكتور حمير؟ لا 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 ما اسمحلكش حضرتك تكلمني بالطريقه دي. انا ما قعدتش 3 سنين في كليه الطب عشان واحد زيك يجي يكلمني بالطريقه دي. انا دكتور. انا 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 دكتور سياحه وفنادق مش دكتور بطنه. ولا ايه يا تيمو؟ محتاجه دكتور قلب. محتاجه دكتور محن. انا اعرف دكتور محن بس على الله يبقى فاضي. بسنت فوق يا بسنت. انت عارفه مفيش بسنت يعني مفيش تامر. عجبك فيه ايه ده؟ تامر مفيش تامر يعني مفيش بسنت. لايب ولايجين على بعض. عتريس عبد العوف. لا يا فندم ما عنديش حد بالاسم. انا عتريس عبد العوف كبير المنصه. ايه ده؟ هو حضرتك اخو معلم حواش؟ عايز اتبرى منه بقالي كتير مش عارف. لا انا عايز افهم حاجه بقى، مين فيكم كبير المنصره عشان لسه منزل معاه ستوري وكتبت مع كبير المنصره وقاعد بتفشخر بيها؟ لما يبقوا تنين كبار واحد فيهم كبير في السن يبقى مين كبير؟ الاكبر من التاني. انا اكبر من حواش. يبقى انت الكبير يا كبير منورنا. تشرب حاجه؟ مش نخلص وتقول لي فريده فين؟ فريده؟ يا لحقت توصل لكم الصعيد؟ المعلم عتريس. فريده؟ ايوه انا فريده. طب يلا قدامي طوالد اللي لنا على المجرم اللي عايز يتجوز بسنت وياخدها من تامر ولدي. انت ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ لحقتي تضربي اسمين لغايه الصعيد؟ شيطان شيطان شغال معايا في الريسبشن. شديت لي تليفوني على المحمول جيت خدت طياره وطوالي على هنا. الحمد لله على السلامه. يلا بينا نلحق فارس قبل ما يتجوز بسنت. ابنك لازم يتجوز حبيبه عمره. ما تسمعش كلامها يا معلم. فريده دي من النوع اللي هو الدحلاب. بتجز؟ عم بتجز بتجز طول اليوم لغايه لما الرابط تخلص. انا لو من حضرتك ما اسمعش كلامها خالص. انت عارف ابنك بقى لو اتجوز بسنت ابوه هيطقه ويقتله. فانا لو منك اتجوز اي واحده ثانيه ويجيب لك كده عيد صغار تحشيك تقول له ايه بطل يشط علينا هكلم تاكسي هكلم تاكسي. ما تسمعش كلامه. هو عايز فارس يتجوز بسنت عشان عينه مني. مين اللي عينه منك؟ ادهم مش عايز فارس يتجوزني. مش فاهم حاجة اتلخبطت آخر الخبير مش فاهم حاجة واصل. أنا هفهمك في السكة. المهم الجوازة الزفت دي ما تتمش النهاردة. يلا بينا. ما تسمعش كلام يا معلم. على فكرة فريدة دي لو شفت البطاقة بتاعتها هتلاقي مكتوب فيها الوظيفة هبلة. معلم معلم يا كبير حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخة. بقى كده بقى كده يا عم الحاج تسيب بنتك فلذت كبدك تروح قدامك كده من غير ما تساعدها باي حاجه؟ هو انا الدكتور ولا انت؟ يا سيدي همشيها لك ان انا الدكتور. تمشيها لي؟ انا قصدي طبعا انا الدكتور بس حضرتك بتركز في تفاصيل بسيطه كده ملهاش اي لازمه. حضرتك لازم تساعدها. اه انت عايز اجواء طب وكده؟ انا هبسطك. يا ريت تصرفها لي بسرعه من فضلك. جوز بنتك لتامر؟ دواء ايه ده مستورد؟ اصرفه من انهي ارزخانه؟ هتصرفه من ارزخانه قلبك. اباي الاوضه اتملت محن عشان تتزب بنت البسكينه اللي هتموت من نيبه. اخرب بيت محنك يا ابني عليك عشان يلا بينا. العيال بيحبوا بعض صعبانين عليا. يلا بينا. ايه بسنت ليك وانت بسنت خلاص. بسنت
بنتي فوق يا بنتي ابوس رجليك. انت لو حصل لك حاجه انا هعيش بذنبك في رقبتي طول العمر. شفت؟ يلا بينا يلا بينا بقى، العيال بيحبوا بعض. بيحبوا بعض ايه؟ انت فاكر حواشي هيخلع عليه المحن ده؟ ده عقر. انسى 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 بس انسى. هيجي بس انت ليك وانت بس انت خلاص. شوف يا بنتي، كان ولا بد انك تتجوز الكلب الاجرب ده عشان تخفي وتقومي صاحية. جوزيه يا بنتي. بابا بسنت. تامر بسنت. عمي بسنت. دكتور بسنت. فارس. نعم. حسوبك بسنت. غلاب. يلا عم يلا عم اتكي على الله. يتربوا في عزك. والف مبروك يا حاج حواش. الف الف مبروك. الف الف مبروك. ربنا الله يخليك حبيبي. اسلم لي اسلم لي. هو يوم اسود باين من اوله. هو فشله. اتفضل. معلش حظنا وحش. سلامات. تتكرر ان شاء الله تتعوض باذن الله. شاكرين يا رجاله. يا سلام يا سلام. الاوضه فضيت علينا يا بنت الكلاب. كأنك ما كانش مغمى عليك يا وقت. لا انت لسه هنا؟ لا حضرتك نامي بسرعه. دي مرهقه جدا كان مغمى عليها، بس هي فاقت من الفرحه لما عرفت ان انت حضرتك هتجوزها تيمو. انت عارف معناته ايه ان اجوزك بنتي وانا لا طايقك، لا انت ولا ابوك ولا امك ولا عيلتك؟ لا ما هو انا ان شاء الله هصالحكوا على بعض وجوازنا يبقى شغل خير على العيله كلها. اه يا حواشي الكلب. اه بابا. ايه ده؟ انا كلبي عتريس جايب بنتك وتضحكوا على الواد ولدي وعايزين تتجوزوهم من ورايا؟ لا العكس هو اللي صحيح. ولدك هو اللي وزي بنتي عشان يتجوزها من وراي. لكن ثلاثة بالله العظيم، طالما وصلت لقلب ما يشوف شعرها ولا ضفرها طول ما انا عايش. واه تامر. بسنت. امجد. عم الحاج. يلا يا ولدي طوالي قدامي ولا نفس ولا حركه. يلا يا ابو. انت هتعاملني كده ليه؟ انت لو لقيني في الشارع مش هتعاملني المنظر ده. عايز تعمل لي فضيحه يا حلو وتتجوز بنت حواش من ورايا؟ ده بعدك. ممكن بس تفهمني انت واخدني دلوقتي ورايحين على فين؟ من هنا يا جميل على المطار طوالي. نروح البلد ونحتفل بيك تتجوز زليخه بنت خالتك. زليخه؟ يا بابا دي بقى شكلها عامل زي الراجل. بعدين كفايه اسمها. نظبطها لك يا اخويا ونقدمها على طبق من فضه. يا سلام تتزوجك وتبقى جميله وكده. يا معلم عتريس ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انا يا راجل جايباك من الصعيد علشان تجوزوا حبيبته. بص حبك برص. انت بالذات ما تتكلميش مش عايز اشوفك. امشي امشي. يعني ايه؟ انا اتضحك عليا؟ الف مبروك يا معلم عتريس يا عسل. عرفت ان انت فشكلت الجوازه. انا من ساعه ما شفتك قلت ده هو كبير المناصره. كده مستر فارس هيتجوز بسنت؟ انا هتجوز. مش مهم هتجوز مين بس هتجوز. والله العظيم والله العظيمك على الفرح ونديها ايه الفراوله. يلا معايا الفراوله بتاع الفراوله. انت بتقعد فيه الله. الواد كان هنا راح فين؟ جاري. الواد كان جارك هنا راح فين؟ جاري مين؟ مفيش حد جاري. تامر ابنك ولدي هرب. ايوه يا معلم. يا معلم كده هيهرب من وراك ويروح يتجوز بسنت؟ بتقول ايه؟ ده انا هقتلك فيها يا سيدي. وانا مالي؟ هو انا اللي هتجوزها ولا هو؟ على فكره من ساعه ما شفتك قلت ان انت مش كبير المناصره. انت لو كبير المناصره كنت تروح فورا تجيب تامر. يا ولا انا الكبير يا ولا غصب عن اي حد. يعني انت تعرف تروح دلوقتي تجيب تامر من قفاه؟ اجيبه واجيب ابوك. انا مش بسخنك. لا سخنني بقى. اقول لك الكبيره؟ هجيبه. لو ما جبتش تامر دلوقتي معلم حواش كبير المناصره. والله هجيبه. وريني. ايوه اسخن بقى. افرد. نصيحه شو من قدام. هو ده انا كنت خايف منه. خير؟ مش عارف اقولها لك ازاي. يخلص. تامر هرب عشان يتجوز بسنت. ده انا اذبحهم هما التنين واشرب من دمهم. ايه ده يا كبير؟ الموضوع بسيط وتحل بسهوله. حل ايه عاد؟ يعني بدل ما نسيح دمهم ما اعرفش ننظف مكانهم. عندي اللي ينظف. امان. طب نرجع للاوبشن الاولاني. فارس يتجوز بسنت وهو بقى يدور له عروسه ثانيه. تقصد بلان بي؟ ايوه. المهر والمؤخر 2 مليون جنيه زي ما اتفقنا.
طبعا حواش بيه طبعا طبعا. وقبل الدخلة في هدية للعروسة 100 ناقة. ايه؟ 100 ناقة؟ هو أنا بتجوز في الجاهلية؟ أنا اسمي فارس مش عنتر. أنت هتتجوز بنت كبير المناصرة، وهديتك دي للمناصرة كلها. هو أنا هتجوز المناصرة كلها؟ ما أنت لما هتتجوز بنتنا ولدي هتبقى واحد مننا، وهديتك تمن دخولك القبيلة. منبر شيب يعني؟ المنبر شيب. منبر شيب إيه يا عم؟ هو أنا هشترك في الجيم؟ بيشم؟ لا هو يا بيجيم. فريدة هتحبني زي ما بسنت بتحب تامر. فريدة مش هتحبني زي ما بسنت بتحب تامر. فريدة هتحبني زي ما بسنت بتحب تامر. حب بسنت تحفة. شوف هتقول لي بسنت ودياستي وتعمل لي فيها مجنون. الحمد لله ان انا لقيتك، انا بدور عليك من زمان. ده مغرس تعمله فيا يا ادم. انا اقول لك عايز اوضه باد فيها، تجيب لي اوضه اشباح. اوضه اشباح ايه؟ انا مديك جريت روم بيج باد كينج باد. نو اتس نوت جريت اند نوت باد اند نوت كينج. نو اتس ا جريت روم وذ ا جريت فيو. نو اي هاف ا بروبلم اند ماست سولوش ذس. ماست يا حبيبي؟ سولوش ذس. سولوش؟ ما اعرفش، انا عندي مشكله وعايزك تحلها. قول لي بروبلم عشان احل لك السولوش. دلوقتي انا كنت لابس بورنوس الصبح. حلو. ارجع بعد الظهر ما لهوش ليه؟ يا حبيبي ما احنا حاطين لنا بورنوس مكانه. ما اعرفش، انا عايز البورنوس بتاعي. البورنوس بتاعي كان فيه 200 جنيه وانا عايزها. انت لو مؤاخذة معلش يعني حاطط بورنوس الحمام 200 جنيه خارج رايح بيه فين؟ انا بنام بالبورنوس واطلع اشم ال 200 جنيه وانام تاني، مالكش دعوة. انا عايز البورنوس بتاعي لو سمحت. هجيب لك البورنوس بتاعك لو سمحت. لو سمحت انا عايز وبعدين ايه البورنوس الجديد اللي انتوا حاطينه ده؟ مال البورنوس الجديد ده؟ مش كان في واحد لابسه؟ بس مغسول. ماليش دعوه، انا عايز البورنوس بتاعي، انا ما بحبش البس حاجات بتاعت حد. خلاص هجيب لك البورنوس بتاعك وفي 200 جنيه عشان تنام وتصحى تشمها وتنام تاني. ممكن تسيبني بقى عشان خاطر انا عايز اروح اتفرج على فخر العرب عشان بيلعب؟ انا ماليش دعوه بالافخار دي كلها، انا عندي مشكله وعايزك تحلها لي. مشكله ايه؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. اتفضل. دلوقتي انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. اوتيل طويل عريض زي دوت وفي سويمنج بول. جريت سويمنج بول. نو اتس نوت جريت اند نوت بول. نو اتس ا جريت سويمنج بول. ماليش دعوه، السواح عمالين يبلبطوا فيه ويك ويك وهواري والكلام الفارغ ده. اخش الاوضه بتاعتي ايدك بس النور كلها، مفيش ولا لمضه تفتح. في ايدك بس النور كلها؟ مفيش ولا لمضه تفتح. لمضه؟ طب انا عندي سؤال بس معلش، يعني بالعقل كده كل الاوتيل ده منور واحنا قاطعين النور عن اوضتك انت بس مثلا؟ يعني الاوضه بتاعتي ما فيهاش كهرباء. ما فيهاش كهرباء ايه؟ وانا مش قايل لك مديك كارت؟ قلت لك اول ما تخش الاوضه هتلاقي بوكس تحط فيه الكارت النور يقيد. الله، وانا هشحن لكم كارت كهرباء كمان. هو انا بقول لك اتكلم ده اول يا عم، تشحن ايه؟ مش في بوكس ابيض؟ اقول لك بوكس سامبوكسه. سامبوكسه العلبه. العلبه السامبوكسه اللي جنب الباب ده. اللي جنب الباب دي الحافظه. الحافظه ده انا افتكرتها حافظه جوابات بحط فيها الجوابات اللي بكتبها. جوابات لمين؟ لأهل اللي في البلد. أهل في البلد مين؟ أنت بتبقى جوابات. أنا أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنا مالي بأهلك اللي في البلد؟ ما تدخلش فيها شكلك الشخصية. ما أعرفش، حل لي المشكلة دي لو سمحت. مشكلة إيه؟ ما أنا حليت المشكلة. أنا لازم ألحق فخر العرب عشان فخر الغردقة، قلت لك لازم يتفرج على فخر العرب، فبعد إذنك. لو سمحت أنا لسه ما خلصتش كلامي. خلص كلامك يا أخي، اتفضل. دلوقتي أنا عندي حاجات ثمينة عايز أشيلها. حاجات ثمينة؟ ما أعرفش بقى، كل واحد قطته جمل، أنا عايز أشيل الحاجات الثمينة اللي عندي. يا سيدي قطتك فوق راسنا وحاجاتك الثمينة فوق راسي. أيوة أشيلها فين؟ ما أنا قايل لك في خزنة في الأوضة. حلوة أوي. خزنة سيف. ماليش دعوة اسمها سيف ولا أشرف، أنا عايز الخزنة دي. سيف وأشرف مين؟ بقول لك إن في خزنة، خزنة يعني بالإنجليزي يعني سيف، دي تحط فيها حاجتك الثمينة وقطتك وجملك وليلتك. أيوة أنا كل ما أفتح الخزنة ألاقيها بتنور. مين اللي بتنور؟ وحاطين فيها الكنزات ومخبيين علب المية، ليه يعني؟ ما أنا ممكن أفتح أخد علبة مية عادي يعني. دي التلاجة. إيه التلاجة دي؟ اختراع. اختراع بتحط فيه حاجة عشان تسقع، مش أنت لما فتحت جابت هوا ثلج كده مية؟ كانت جايبة هوا ساقع ثلج. بس انا افتكرتكم يعني مركبين شفاط جوه الخزنه. هركب شفاط في الخزنه ليه؟ عشان نهوي على فلوسك؟ معرفش بقى، انا عايزكم تتصرفوا يعني. انت بتشرب شمعة؟ ما تجننيش. بقول لك يا زهدي، زهدي عشان نخلص عشان الحق فخر العرب، تعالى معايا على اوضتك انا هظبط لك كل حاجه وامشي. هات الكارت. خد يا سيدي الكارت. هات الكارت. خلصني. ايه ده؟ ده الكارت بتاعي. انا هعمل ايه بالكارت بتاعك؟ هعمل ايه بالكارت بتاعك؟ انا عايز كارت الاوضه. ما انا ما خدتش منك كارت اوضه. يا كذاب يا كذاب، في الريسبشن مش مديك كارت ابيض يا كذاب. ايوه ده مش ايوه الكارت الابيض. الكارت الابيض ما كانش مكتوب عليه حاجه فرميته. نعم يا حبيبي. رميته افتكرت ملوش لازمه. ملوش لازمه فرميته. هي مش تلاجه بتنور؟ ايوه. الاوضه هتفتح. طب ادهم استنى انا جاي معاك. اخلص. ادخل. هاي. ايه ده؟ انت ما عندكش شغل؟ هو انا ما اوريش غيرك ولا ايه؟ حلوة قوي الكرافتة دي. ده بابيون. مبروك مبروك يا برنس البرنسلين. اه
طيب انا هفهمك مع اني مش مضطر، انا ما عنديش حل غير بسنت. ما هو يا اما اتجنن يا اما اخش السجن.